اوكي حبايبي، تعالوا افرجيكم شغل اليوم اكتشفته بطريقتي الخاصه طبعا. اوكي شوف لي هذا المكان معلم، ركزوا لي على هذا المكان يا شباب، ركزوا لي على هذا المكان كيف باللوز. يعني هذا احسن شيء واروع شيء انه نحطه هون امورنا يا شباب. شو علي شلون يعني راح يكون الوضع باللوز بهذه المنطقه؟ ليك شباب لان راح افرجيكم هيك، راح افرجيكم المراحل التطوير. اوكي وبسم الله الرحمن الرحيم، راح نجيب صاحبنا الان كي معلم. اول شيء راح ننظف هذا المكان على رواق، طالع شلون على الخفيف نجيب نطلع نفضل المكان. ما بلشت انا معلم هنيك، بلشت قبل الفونديشن هناك باللوز. زي ما نروح من هون، نروح نقلع من هون، تروح روح نقلع من هون. طبعا شباب بعد ما يعني فهمنا شوي المود وامورنا صارت كويسه وباللوز، طالع شلون ما يقع ما يقع. ترى هون هذا المكان، ترى هون الشيء لازم انتبه منه. انت علي شلون؟ يعني هو صح مكان هيك شوي رح يكون ضيق شوي، مش مرتفع كثير، بس ما يعني رح امشي انا فيه. فهمت علي شلون؟ نفضي هذا المكان، نفضي هذا المكان هيك على رواق. حلو. واهم شيء بنينا معلم الكيكو باز، اوكي عشان نعمل تنقلاتنا معلم على الخفيف وعلى رواق، وشوي شوي نسحب شوي هنيك ونجيب لهون. اي 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 واخيرا شباب، اوكي ركز معي كيف باختصار تضبين. طبعا هون صنعنا الفرج، الفرج الكبير تبع الاليمنتال. اوكي عندنا هون امورنا طيبه تمام، هون حطينا امورنا. طبعا الشيء الحلو معلم انه مثال على سبيل المثال خلينا نعمل هيك معلم، شوف راح يصنع لنا بسرعه يا شباب، يصنع لنا الكريستالات هون بسرعه، يعني شيء باللوز. بعرف اذا بيقدر حدا بيقدر يصنع لنا كمان ال، لا والله فرج اكيد راح يصنع لنا كل امورنا، يعني امورنا راح تكون باللوز. اوكي حلو، هون عندنا الفورج، هون عندنا السمنتل، هون عندنا الاشياء انا شباب بتاعت اللي شفتوه بالحلقات اللي فاتوا. اوكي نفس الشيء هون معنا نفس الاشياء بتاعت المود العادي هون، يعني فابريكيتر وهذا وهذا كالعاده يا طيبين. هون عندنا الخزنات تبعتنا، هون عندنا اللحم، ما لحم، هون عندنا اللي بيظبط الاكل يعني كذا بهذا الشكل. ايه بظبطنا الاكل يعني، لازم نظبط شو ما يظبط هذا المعلم. بظبطنا الاكل اللي انا بسميه يعني جيركي، يعني اللحم الجيركي معلم. اوكي المهم هون عندنا اكثر وحده اللي ظبطناهم، عندنا البراد والسرير، وظبطنا هذا الموديل هيك بشكل خفيف ولطيف. اوكي الان برايي راح نسكره الان، بس ولكن في شغله يا شباب، في شغله شباب ضفناها نحن واللي هي شبه طاوله الابريج، ابريج ستيشن يا شباب. طبعا هالطاوله يا شباب طبعا هون المعلم لو كنت بظبطه اكثر راح احط هالطاولة هون، هي طاولة الابدريتش، هي الطاولة شباب انا هي جديدة، هي مود نوعا ما يعني. بتطور الابدريتش ستيشن. ابدريتش ويبن ارمور تولز اند سدل هير كان اولسو سالفج ريسورس فروم ابروفيسنت ايتم. اوكي انا عم بقول لك معلم، اوكي رح على سبيل المثال رح نطور هذا او نطور هذا معلم. اوكي شو بيطلب من هذا معلم صاحبنا؟ بس يكتب لورتجرام او هذا ثواني اوكي بس اوكي هذا كان بيعمل شغله اللي بيفكك الاشياء اللي بيفككهم يعني. اوكي ما في مشكله حنصنع شغله نجرب شباب، نجرب بدل نطور وش اسمه، خلينا على سبيل المثال يا طويل العمر نجيب واحد ويبن، نجيب هذا البعيد، خلينا نجيب هذا معلم نصنع لنا هذا. وليش بصنع هون يا شباب؟ اصنع هون احسن هون اسرع، نصنع هون يا شباب على الخفيف، نصنع لنا هون شيء سلاح نجرب. هي تطوير الاسلحه، وانا كالعاده بيلزمني الطيبين اللي هو ترى هي شبه هي معها، هي لازم هي 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 شوي ايش بدا معنا بلاك بيري. اوكي بنجيب بلاك بيري بعدين. هون راح برجيك هي اختصار، هي معلم لازر بيجيب اللوز معلم. اوكي بس راح نصنعها على ربك من بعد. المهم بدنا اللي هو يا طويل العمر لون رايفل رايفل لا انا اخذ سنايبر معلم من هون ايزي يا زلمه، والله في موارد يا اخي. اصبر خلينا ناخذ معلم رايفل من هون، صنع لنا رايفل. خلص جيب هاي راح تصير معلم هون، وهون انا جبت هاي لهون. اوكي هون سالفج ايتم، هون بفككها يعني شيل ايه بفكك. هلا مثلا هذا لازم يفكك هون، هون اي شيء يعني تم صنعه بيفكك. هلا مثلا هذا رجع لنا اياه وهيك يعني، ترى شغله حلو. بس لكن احنا اللي بيهمنا انه نطوره معلم، نشوف الابدريج شو راح يصير الابدريج. نجي لهون نجرب هيك، نحط هي هون نشوف الابدريج معلم شو بده لهون. هات نشوف نعمل ابدريج.
اوكي عم يقول لك بده 105. اوكي يا زلمه من تؤت الدال الدال المعلم بنجيب لك هات لنجرب. حطينا له معلم كان بده هذول. تمام نجرب معلم شو راح يصير هلا. يا سلام عليك يا سلام. قولي الو اوه والله شي باللوز معلم. هذا شوف شو بقى معلم بده 100. لعيونك بنجيب لك بنجيب لك معلم. هذا شوف صاحبنا معلم عم بيصنع ولا شلون. نشوف طلعنا 100 معلم. نشوف نحطها هون. يعني شغله ما عجبتني يعني للاسف شديد. يعني ما نقدر نسحب يعني نقدر نسحب هيك بشكل هذا بس ولكن لو نقدر نسحب هيك مباشره. يا سلام ترى معلم راح نتشكلز الوضع يا شباب. اصبر شوي خلينا نصنع لنا معلم كمان. ليش ما بصنع هذا يا اخي؟ لازم يكون يصنع لنا ترى فيه. ها والله تعال هون. ايوه خلينا نصنع لنا شويه موارد باللوز. تمام هون ننتظر كم وحده ناقصتني. اصنع هي تطورها معلم. ترى هي تطويره باللوز نطورها ماكس. اوكي هذا نشوف معلم تطورها معلم. لا 220 صارت. كم كانت هي كان كم صارت؟ قول بلا 240 اوكي. هاي يعني النهاية تبعتها 240 عاد تطور اكثر من هيك ولا شلون؟ اوكي الظاهر معلم 242 كانت هي ما تطور اكثر من هيك. اوكي اوكي صار وضعنا باللوز. طورنا هاي امورنا طيبة. لازم نطور هاي يا شباب بالسنايبر تبعنا. اوكي خلينا نشوف شو راح يطلع. اها هون بيطلع معلم الاسنت اليمنت سنايبر رايفل بده الاشياء تاعته. اوكي والله هي معلم السنايبر هذا لسه انا ماني محتاجه كثير هالفتره. اوكي لايك خلينا نحط هدول لازم اسكر من بعد هدول على الرواق. اسكر هون. اوكي اوكي المهم طيبين راح نجهز معداتنا. هي والله اليوم لازم نروض شيء طب اسطوري. لازم نروض يا شباب اليوم لازم نروض شيء اسطوري يا جماعه. يا جماعه وانا قاعد عم بظبط الامور شفت لكم هالاليمنت طلعت هيك شفت لك مكتوب لك تيك جرام اليمنت ريسورس. هاي صراحة هاي شو هاي يا شباب هيك عم تطول لدرجة انه كتير بدها 20 كريستال من كل شيء. اوكي نشوف شو هي اخرتها يا جماعة. هي شو نستفاد من هالاليمنت لازم اشوف. اوكي انا لانه شفت اللقطة حالي هالاليمنت مش بحطه هون مثلا على سبيل المثال كنا استخدمه لهي هذا الفضائي معلم لبسة الفضائي تبعتي بس ولكن لبسة الفضائي تبعتي لازم اطورها يا شباب. يب لازم اطورها. خليها هالاليمنت على جنب. طبعا هون الشباب اليوم يعني انا حابب يعني انه راح ابني التك معلم. بدي احاول نجمع موارد نجمع موارد ونبني هالشباب. اوكي لكن الشباب لازم شوية اكشن. طوروا بالكم غير رايي بدنا نروض يا شباب. بدنا نروضنا شي شغله يا شباب بعد التعب كليته ما نروض شي. اوكي هات لنشوف شو في معلم. بدنا نروض شي اسطوري معلم. ويفرن معلم ويفرن يلا ها هاي ويفرن. وين ويفرن؟ بدي شي ويفرن يا شباب. بدي شي ويفرن يكون نار معلم. اوكي نشوف الويفرن تبعهم معلم هذول. ويفرن شو يا شباب شو صدقتوا؟ طب بلا معلم طب لا جريفن شباب جريفن يكون باللوس. بدنا نروض شي جريفن يكون هيك حلو ومرتب. طبعا شباب هذا المود ما في شوف ليكل ويفرن سبحان الله عم بشوف عم بقول ويفرن ليكل موجود. اوكي بدنا جريفن يا شباب جريفن هذا هو الجريفن الجميل. اوكي طبعا نبنيها عشان يطلع لنا. اوكي طبعا شباب بعد يعني بعد الامور اللي عندي والله في واحد قريبين علي يعني بعد الاشياء اللي عندي معلم وتظبيطات جهزناها يعني شباب وضربه البعبع معلم يعني هي ترى الوضع راح يصير باللوز معلم. لا ننتظر خلينا الجريفن شو حلو معلم هالخريطه لما الدنيا ليل تكون. شوفوا معلم المناظر الحلوه يعني هيك شيء هيك باللوز معلم. فرج 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 يعني مو هالليل الليل يعني هيك يعني اضاءه حلوه. طبعا بغير شوي بالقامه كمان ومنا باللوز. طلعت شباب بلشت السر يعني هذا المود بلشت يعني هو الخريطة والمود طبعا كيك يعني حلوات كتير. قولي ايش فيه معلم ايش فيه الو يا زلمي حلو عني بشان الله ربك يا عمر. هات لنشوف بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شباب هذا الجزء الثاني للحلقة يعني هي الحلقة نفسها الجزء الثاني لانه شفتوني معلم تغير كانت من قبل شوي مغول بطلت التصوير كانت الصبح هلا صار ليل. المهم شباب راح نكمل معلم مهمتنا اللي هي ترويض الجريفن. اوكي الجريفن صمم انا شو هي شكلها دروب معلم اللي فيها 5 اليمنت باللوز. يقول لي والله حلو هذا. اوكي يلا هات نروح معلم شوف هذا الجريفن يا شباب. طبعا شباب والله ما بعرف لما بروض او بشيل بضرب هيك بالاسهم بحب يعني هيك اكون يعني هيك حذر وخيف ايزي فريز. اوه راح نروض هذا الفاير هذا معلم ان شاء الله نشوف الوضع معلم. لا خير معلم العب ولا لا؟
هذا معناه 13000 متر قدام على الميكرو. والله هذا معناه فاير كمان والله بيحرقنا. حرقنا ذي والله. نشوف. ما اتفقنا يا معلم. اهرب يا عم اهرب. نشوف. شفت واحد هيك معلم هيك مش راضي ياخذه اكله ولا ما اكله. ايوه هيك تمام هيك والله عطنا باللوز. هيك على رواق هيك على رواق. هيك باللوز خذ لك يا معلم خذ لك هي. يا سلام على الترويض الاسطوري يا شباب. خذ لك هي معلم. حاول ما بلع. هيك ما راح يمشي الحال. غير الاتجاه دفعنا. شوف خذ لك هي. يا سلام. يا سلام على الترويض اللوز. يا تعال حبيبي تعال 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 وين رحت وين رحت؟ لا 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 ما كنا مع بعضنا معلم. بيخدمهم ولا لا؟ والله اكله. والله شباب باللوز تعال لهون. هذا فاير يا شباب. يا سلام عليك. اوكي. تعال يا صاحبي تعال تعال تعال. تعال يا صاحبي تعال انت عميك شوكولاتا. يلا كل اللحم معلم ليتس جو. يلا وهي ضل الروضه شبر. هاي عندنا صار جريفن ناري. جريفن ناري طبعا شباب. يعني صراحة صراحة يعني صراحة اوكي شكله اسطوري شكله اسطوري صاحبنا عن جد اشي باللوز. خلينا نشوف نجربه معلم شو وضعه معلم شلون؟ قول لي 500 بضرب معلم والله كفو قول لي قول لي عم يحترق شايفين شباب؟ شايفين نعم كان بيحترق؟ قول لي في جريفن ثاني كم ليفل هذا عجب هذا؟ اي معلم انا عادي كم اصبر خلينا نزيد له الدمج تبعيته نزيد دمج معلم بما تفتح لنا قول لي مين عم يضربني؟ لو هذا كيف نفسه عبد الله يول 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 خذ لك هاي يول اسمع اعطيه الضربه الاسطوريه معلم صاحبنا هذا لك هاي والله كفو مو هذاك 3.5 خذ لك هاي خذ لك هاي ما مشكله هذا 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 ناري وهذا ناري معلم شو راح نستفيد فيه خذ لك هاي اوكي خذ لك هاي ايوه تعال 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 طبعا شفتوا معلم النار ما بيأثر اللي فهمته يعني انه النار بس تعال 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 والله جيت والله جبت تعال 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 بس ولكن يعني عم بدمج دمج عادي مو دمج قوي تعال 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 هون تعال اللي تعال هون يلا نقول من هون ايش راح يعطينا معلم ما اعطانا شيء وصف ما اخذنا شوي تحمات من احمد حلو اوكي طبعا هذا شو هي ميزته النار تمام يعني شيء تمام التمام تمام نهبط بهيك معلم اوكي وصلنا 700 تقريبا نجرب شيء يعني شيء يكون غير شيء هذا شو وضع معلم هذا على رواخ السلام على الجريفن واخير طبعا شباب انا من يعني الجريفن يعني من انواع يعني اللي 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 اكيف عليهم معلم والله 2000 ضرب معلم 2000 ضرب حلو اوكي عندنا هذا الجليد لنجرب عليه نشوف شو راح يصير في واحد معلم اوكي شكله عم ياكله معلم عم يحترق شوف 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 يا شباب كيف زين ضرب بوحدة معلم راح يموت ليش؟ لانه هو جليد وانا نار معناته هو راح يتجلي بيدوب من النار بيدوب فهمت علي شلون؟ بس ولكن العكس لا يا سلام عليك يا سلام اخذنا اسم جليد الاسم هي هذول معلم حلو 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 كثير حلو حكينا معلم نقطة معلم شوي بالخريطة شكل زوال نرفع ليفله على الاخير علي شلون؟ تعال هون تعال تعال هون تعال تعال هون تعال 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 يا صديقي هذا معلم الجليد انا اشوف ضرب 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 شو 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 بدمج شو شو بدمج معلم يا سلام طبعا هذا الموت يا شباب لازم واحد يفهمه منيح فهمت علي شلون؟ يعني اذا بتفهم هلا هذا ضوئي هذا يعتبر ضوئي معلم بيعطي لي دمج خفيف هذا كمان هذا كمان هذا معلم مفيدين الو اروح يا عم تعال هذا المعلم هذا بيعصف هذا شو هذا اوكي هذا هذا اللي الضوي نوعا ما ضوي يعني لايت ضوي يعني حلو 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 والله هذا شو هذا 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 ايس كمان ايش طالع لونه احمر معلم شو 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 سلام عليك اوكي راح نجرب على هذا اللي هذا الستون والله معلم شلون اوكي صغير ما بيأثر فيه معلم اللي اها الستون معلم ما كويس تكيف شو شو عم يعمل صار العكس صار عكس ترى ما حلو هذا شباب هذا ما راح هذا ما راح يمشي هذا لازم يعني هذا معلم تعطيه هيك وتهرب هيك لازم تتعامل معه هذا يا طويل العمر هذا البيت راح يصير التالي هيك
بس ضرب ضرب عنب راح خلاص وضعي مو شفت كيف؟ مو كويس هيك شباب ما بدنا نخاطر معلم ما بدنا نضيع الجريفن تبعنا هذا ايس هذا مثلا السلام على الكمكاز حلو هذا معلم شو وضعه هذا؟ هذا كمان دور ايس كله ايس ايزي شو معلم في؟ بيحترقوا لانه عم يدوبوا يا طبيعي سلام يا سلام عليك يا ابو شريك يا اخوان للاسف شديد شباب انا قاعد عم بصور يعني صار عندي مشكله بالتصوير قدرت كمان اجيب هذا الجريفن هذا شباب هذا مثل ما انتم شايفين هذا هواي وهذا الناري شوفوا لي اشكالهم يا شباب مع احلاهم شوفوا لي الاشكال يا طيبين شلون الوضع معلم يا سلام هذا هواي ما قلت لكم الاير اوكي وهذا الناري يا سلام والله صار عندنا كريفينين معلم وبرنا باللوز يعني هيك معلم يحمونا الوضع تبعنا هون يا شباب طبعا معلم صراحة المكان اللي انا فيه هذا اسطوري اوكي طبعا انا جيت اصور يعني صراحة نعم تركت التصوير الصباحي طبعا انا بفتح شفتوني معنا بغير شكل كان في ضوء يعني فهمت علي شلون جبنا معلم مسويات مشان هيك مشان نجهز الامور فهمت علي شلون حاطين وقتها اشياء على على التصنيع عشان يدوم على جيت المسيرة عشان يكون امورنا باللوز فهمت علي شلون؟ المهم عشان نكمل السلسله معلم هذا مو مهم نكمل السلسله معلم اوكي طبعا هون يا شباب انا قاعد متفرج من شوي كمان ذكرت شغله انه هون ما تكون على الارمر تمام على الويبن لاحظت شغله يا شباب ما بعرف اذا شو حكيتها بال 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 بالحلقات اللي فاتت شفت هون في شيء اسمه انيمال شوكينج دارت اي طيبين ما بعرف اذا جربتها هي بالحلقات اللي فاتت ولا لا يا جماعه هيك شباب كل متطلباتها عاديه بدها بس هدول الاسهم ممكن تدم عليهم للترويض ممكن تكون اقوى فهمت علي شلون؟ عبدنا اللايت كاست الكاتلايز كريستال طبعا اللايت معلم هدول بنصنع من هون اللي هو هذا اوكي راح نجيب لنا معلم ان شاء الله يكفي عنا حلو عنا معلم عنا حلو شوف كم عنا معلم شوف هون يا طيبين حط 100 معنا دائما بحط 100 معنا اوه والله فيه حلو عم يصنعنا معلم لا والله ما بقى فيه في مشكله هون جبت لنا كمان هون اي عم يصنع حلو باللوز هيك يا شباب رح نجي لهون نصنع لنا كم رصاصة هاي اوكي ونجربهم اوكي طيبين مثل ما بتعرفوا صار عندنا جريفن اللي هو الناري والهواي بقي هذا شباب ما جبناه فهمتوا علي شلون؟ ليك شباب بكل ان شاء الله تقريبا يعني بكل ترويض بدنا نروض الديناصورات من كل الانواع فهمتوا علي شلون؟ بظبطهم بمكان حلو طبعا جايتني فكره شباب حلوه انه ديناصورات معلم عشان يعني اظبطهم راح اشوف لي شيء كهف ان شاء الله حاول اكتسب لنا شيء كهف كيف نحط الديناصور هيك معلم خلينا نحطهم نعمل لهم ستوك عشان كل شيء بنشيب المهم شباب بعدين بتشوفوا معلم ما بدنا نحرق عليكم الاوضاع هات لنشوف معلم هناك في جريفن فاير هونيك وهذا هو اللي بدي اياه يا شباب طبعا شباب لا تنسوا شباب جربنا رح نجرب الان السهم الترويض اللي هو يعني ايش يعني يعني موجود يعني لازم يكون لا ولا ما بلع نشوف معلم ترى هاي اصبر شوي راح تعال لك هي اي هرب يا عمر اوكي اثنين ثلاثة حلو والله باللوس اقسم بالله باللوس يا شباب باللوس اي 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 لا 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 معلم لا لا والله انت حبيبي انت روحي خدك يلا معلم لا 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 يلا والله عبيك يا شباب عبيك واو عم يتكهرب قلي عم يتكهرب شباب عم يتكهرب اخر شيء الله اي اكثر من اللي لا لا بقول لا 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 اهرب ايوه اطير هنا اطير هيك اطير هيك اطير هيك ايوه لك هيك ايوه طير اي اي لا لا حموت ضربوا عليه بموت اوكي نزلته هذا نزل هذا داون اوكي في واحد ثاني شاب جاي وراي هذاك هذا صعب الزلمه هذا انت خذ لك هاي يا الله والله ما يفاضي اصبر شوي ما لي غير حل ثاني نعمل هيك اي 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 ريفن اير سايد 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 جاي وراي سايد اوكي عم تفايت بين بعضهم كفو يسعد دينك هات الروض هذا معلم بهذا جاهز خلينا نركب عليه بسرعه تعال وقف تعال هون تعال نساعد اخوك منو؟ وصلنا فوق اوكي فايت هون صار فيه قول لي هات لنشوف هذا اللي ضده هذا اوكي ظهر ما بيأثر فيه شيء انا بتأثر شوي تحت شو الروبوت انا هذا الروبوت هذا هذا هو والله ذاك اللي تحت شكله حلو تعال انا وقعت شو وقعت انا الو شو وقعت يا جماعه
شنو وقعت؟ انا في شيء مو طبيعي معنا عم يصير والله يا شباب ما يفهم ايش عم يصير. لا كهرباء اسمع شو راح يعمل اذا بضرب عليه؟ شو بصير فيه؟ اوكي شو عم يصير هون؟ يكون ليكون الهواء يكون ضد الكهرباء يا شباب؟ معقول؟ اي والله صح يا شباب صح لها صح 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 امشي حب وضعنا مو باللوز يا شباب وضعنا مو باللوز. اهرب خيام خلينا نهرب خلينا نهرب شباب خلينا نهرب خلينا نجي لهون. اوكي لانه الوضع اختلف هيك. اوكي روح على 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 الباز. يا الله بس ما هنا. اوكي هذاك راح ولا ما راح؟ اصبر شوي ناخذ هذا الشاب نروح كلياتنا على الوضع نفهم عليه. خلي الوضع ريلاكس لانه هون يا معلم الوضع مو باللوز يا جماعه الوضع مو باللوز. تعالوا على المنزل. لا 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 يا زلمي وين راح هذا؟ يلا راح هذا معلش مش كان رجع على المنزل يا جماعه. سو ليك يا شباب هي 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 تبعت ال شو اسمه الضرب رويد قطع باللوز مالك باللوز يا جماعه قطع عن جد باللوز اللوز. اوكي بدنا نشوف هنجيب معلم ذاك الثاني معلم اللي راح حلو. اوكي من هون يا طيبين الشيء اللي فهمنا النار ضد جليد اوكي والهواي ضد هذا 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 الضوئي هذا هذا اللايت لايتنج ضوئي يعني ما بعرف يمكن لايتنج ضوئي او كهربائي ما بعرف كهربائي هو يعني يعتبر صون شوي نجيب مشين كويت لحم معلم هون. المهم هون يا طيبين عندنا الشيء اللي فهمنا الشيء اللي فهمته افهمكم ايش اللي فهمته يعني شباب يعني اعطوا رايكم. عندنا الهواي الهواي بيكون بيجي ضد الضوئي هذا تمام هذا بيجي ضد الجليدي بس ما بعرف اذا بيجي ضد الهواي هذا اوكي ما يمكن الهواء يكون اقوى من من النار لو الهواء معني بضرب على النار او يمكن لا كمان نفس الشيء كمان نفس الشيء يمكن النار اقوى من من الهواء والجليد فهمتوا علي شلون. المهم يا جماعه لساعتها هي اول يا شباب فهمتوا هي اول ترويض للديناصورات فهمتوا علي شباب. الحمد لله انه جمعنا هاي القطعه هاي القطعه هاي يا شباب هاي عن جد اشي باللوز اللوز. هلو حبيبي اوكي رجعنا لكم اول جزء هاي الجزء الثالث من الحلقه اوكي مثل ما انتم شايفين ظبطنا المكان هون زدنا الدرج الفوق اللي هو الطابق الاول تمام بس ولكن للاسف شديد للاسف شديد يا شباب في قطعه شفتها انا بال بال بالمكان هذا هاد اللي هي هاي شوفوا معي هاي هاي الانفلونزر انفيوزن شامبر انفيز يور داينو ويز اليمنت اسنس ايه طبعا هون يا شباب هون الاليمنت اسنس شو هذا اللي يعني في هون ابره يا جماعه اعطيكم اياها باختصار صناعتها كمان بناخذ بناخذ الادين من الديناصورات لكن يا شباب للاسف الشديد يعني بعد ما عملت هيك وظبطت فكرت القطعه صغيره طلعت لها كبيره يعني راح نشوف صعوبه كثير سواء راح افرجيكم معلم كيف شكلها كيف شكلها يا شباب انه هالقطعة هاي اوكي صراحة كبيرة كتير كبيرة كتير انتو شايفين يعني بتاخد مساحة يا لطيف شايفين كيف شباب شايفين كيف يعني مساحتها كبيرة جدا جدا مجبورين شفنا شي محل شباب عشان نشوف هالاوضاع فهمتوا علي شو لانه بناخذ الظاهر شي اللي فهمناه شباب هالابرة بناخذ ادين ادين من الديناصورات اوكي مثل ما انتم شايفين معلم هنا اخذنا ادين الديناصورات الموجودين وراي هن تاعت الجريفن اوكي هون موجود عندنا الهيلس 8 وكل يعني كل الجينات تبعيته يعني فهمت علي شلون. المهم اي لهون هي بعد اعطيكم بس هيك نبذه عن هذا الفكره شباب ولكن ما راح نشرحها بشكل كامل لانه معلم انا مالي لسه عمالي فهمانه الفل هيك انا مجهز اموري تمام مجهز اموري على خير اوكي تمام هيك مجهز اموري على خير شباب لنشوف مع المستقبل شو راح تصير لكن هذا الموضوع هاي صح شوي بالقدام فهمت علي شو. المهم يا شباب هاي شو هذا صراحه هذا جنريتر جنريتر الكتريسيتي ايميتر هي صراحه شباب هي صناعته بس ولكن تمام نفس الشيء يا شباب لساتنا ما لم فهمانين على خير. المهم طبعا هون يا شباب هون عندنا هون الشيء اللي اسمه ال هون اول ما ندخل هون خلينا كمان معلم بفرجيكم الامور معنا الارمر عاديات الارمر تكمت والله درستك عجبني كثير صراحه اوكي انا هون الامور هون مثل ما انتم شايفين دول الدروعه مدروعه
ايه صراحة يعني شيء حلو، بس لكن شباب انا دروع اللي عندي والله شباب كثير عجبوني صراحة. ايه كنت قفز وما قفز. اوكي اوكي هون عندنا دروع ايش طيبين، هون عندنا انفيوز، هي هي الابره شباب حكيت لكم عنها اللي جبنا منها الادين، بس لكن هي شباب مثل ما قلت لكم هي نخليها هون، لانه يا جماعه هي بدها يعني تفسير لحاله يعني حلقه لحاله، فهمت علي شلون؟ عندنا هون هدول الكريستلز، الكريستلات راح ينفعونا، راح نخليهم على جنب، هدول عندنا السدل هدول اوكي كرافتي. فهون يا شباب عندنا امور لساتنا مي واضحه بشكل تام، اوكي لازم نصنع هاي كمان الكوندنسر، يعني في كثير امور يا شباب لسه ما بنعرف، فهمت علي شلون؟ اوكي عندنا الويبن، ويبن ما ويبن، عندنا ستركشر هذول، اوكي هي بالنسبه للطاوله شباب هي احد الطاولات، فهمت علي؟ هي الفورجر بتعرفوا بنعرفها يعني. ورجع بالنسبه لهي هون في معلم موارد، اوكي هذول موارد يعني فرجيتكم اياها بالحلقات اللي فاتت، اوكي هون في سكات حديد، هذول سكات حديد شباب اللي يلزموني، تمام؟ قلت لك انا شباب انا في فتره يعني ماني فهمان الاوضاع كيف وباللوز انه هذا الانستاب اسنس شباب ما بعرف وين نجيبه، المهم راح اشوف لي نشوف مكان وعليه نجيبه. حلو هون عندنا معلم الاليمنتال انفيوزر، عندنا الاليمنتال انفيوزر طبعا هون شباب شو بكتب لك معلم الترينيتي ادد يو ادد بيور اسنس كومبينيشن اند يوز ذا راديال. اوكي اوكي ها ها هون يا شباب في كثير امور بيور اير اليمنت، اها ديك الابره يا شباب راح نجيبها لهون، فهمت علي شلون؟ ديك الابره راح تجي لهون اوكي وراح نقدر نصنع كل رجوع على الاشكال شباب. شوف 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 شكل كيف معلم شكل ما يصير ليش شوف كيف بصير بهالخريطه بلوز. قول لي شو ذاك عم يعمل فوق هذا معلم سناو، قول لي شوف المكان معلم اي يعني شيل بمتو يا طيبين نحن بنتنقل بالفضاء. اوكي خلينا طيب نكمل كمل اوضاعي يا شباب يو شباب ولا طبعا يا شباب ولا اوكي. المهم هون شيء فهمته يا طيبين انه ناخذ البيور ناتشر اليمنتال اسنس من هنا الادين تبعت الحيوانات ونقدر نصنع بايدنا يعني نصنع الحيوان اللي بدنا اياه، فهمت علي شلون؟ هيك يا طيبين نفس الشيء في هون عندنا معلم ان ستورميت امور هون اشياء يعني حيوانات ديناصورات نقدر نصنع مثلا دريك 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 دريكس انفورس هون يعني في اشياء يعني واو بيور عم يقول لكم بيور ستورم اسنس تلاقي شباب لسه ما وصلنا هالمرحله عندنا معلم تيني فور اوكي هات الان يا شباب لسه ما وصلنا هالمرحله لاسيال ايرور اوكي ليزر تمام تمام حلو 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 اوكي هون معلم عندنا الدراجون هون نوعا ما يعني ال عاد لان هالمرحلة يا شباب مالي فهمانة منيح اوكي ليك نخليه على جنب بالنسبة لهال هاي ال هاي الالمنت هاي الالمنت هذول كمان نصنع منها هذول اشياء اوكي هون عندنا السمر هون اكيد شباب تحت يمكن البوسات كشكل بوس يمكن هذول انا بخليها معلم سباون ونسمى هذول يمكن بالرسبن يعني شي بوسات او هيك من هالامور فهمت علي شلون؟ معنا جوربا جربا جربا سكول اوكي اها هون هون يا شباب هون ترى هون اي جمجمه في جمجمه حيوان هون يا طيبين في جمجمه حيوان هون يا جماعه جربوع جرب جاها يمكن جر اللي بسموه جربوع جرب جربوع جربوع اوكي هون هون في لازم نصمم نقدر شي حيوان يطلع لنا من هالامور اوكي سبايدر اها هون اعتقد من رسبن شي ديناصور تمام تمام اوكي بالنسبه لهي كمان يا شباب الطاوله كمان لحد لما يفهمها شي معلم هون بيطلع لك شي كولكت لحد لان الامور مو واضحه يا جماعه اوكي تو يومي ضلنا نروض ديناصورات رفعنا زبطنا امورنا هيك كالتالي مثل ما انتم شايفين امورنا باللوز ديناصورات معلم قدرنا نرسم يعني مو رسم نروض الجريفن ان شاء الله بحلقه الجايه شباب راح نروض ديناصورات ارضيه اوكي يعني ارضيه تمام
وجب بالضبط نجهز الجيش تبعنا يعني. ضبط الجيش، لا نجهز الجيش تبعنا يا جماعه. اوكي تو الله يسعدكم شباب، هيك نكون انتهينا حلقتنا اليوم يا طيبين، ان شاء الله استمتعتوا معنا. نلتقي بحلقه جاي شباب، راح نفهم عليهم الامور. الحلقه الجايه راح يكون في ترويض ديناصورات جديده. ومنكم السلام عليكم.